هلو ليز اند جنتلمان حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله تجتمعوا احنا ناس حبايبي الكرام. بتدخل بالموضوع بسرعه يا شباب، مثل ما انتم شايفين حبايبي. نرجع نعمل هون، نجي لهون. باقي للحاضنه شباب 5 ثواني، 4 ثواني شباب، في حاضنه رح تنزل شباب، اسطوريه يا شباب، رح نكتشفها مع بعضنا حبايبنا الكرام. خلينا نعمل ريفريش، هيك نعمل ريفريش. يا بوي وقفوا شباب، قبل كل شيء احلى ناس، قبل باش المقطع حبايبي الكرام، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام احلى الناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبنا، وشيء كثير مهم حبايبي بتمنى من كل اصدار شباب عم يتفرج على الفيديو الان، اصبر 3 ثواني، انزل حط اللايك اوكي. وشيء مهم ثاني حبايبي، الله يسعدكم شباب، فاتحين قناه جديده شباب، نزلت لكم مقطع يعني صراحه اسطوري اسطوري شباب، اذا مو اسطوري شباب قولوا روحوا على المقطع وشوفوه. اخر مقطع مثل ما انتم شايفين هون 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 اوكي، نزلته من شوي، اذا مش اسطوري قول عليكم مش اسطوري اوكي. يلا شباب خلينا ندخل على الحاضنه شباب، والان اوكي الحاضنه رقم 60 شباب. اوكي شباب خلينا ندخل عندنا هون هذا الاول. ويلي 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 شباب، يعني وات از ذس جايز. عندنا الاول شباب، عندنا بالضرر 2 بالضرر حبايبنا، حاضنه الام 60 شباب، عندنا 2 ضرر هون حبايبي مثل ما انتم شايفين، عندنا هون واحد معدل اطلاق النار، ويلي 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 ويلي. والثاني الثاني شباب الارنوب، اللي هو الارنوب عندنا هذا لا الارنوب شو الانياب الثلجيه عفوا، عندنا هون معدل اطلاق النار شباب في 2 وسرعه تحميل يعني ناقص 1 للاسف شد، والدقه 1 فيه دقه اوكي. نشوف هذا شباب، عندنا هذا فيه المدى اوكي، واختراق الدروع والمخزن، يعني ما يهمنا المخزن شباب، نوت اتس نوت امبورتنت يعني. من الاخر عندنا هذا شباب الضرر 2 بالمدى، يعني هذا الضرر ومدى التكبير وبس، ولكن فيه سرعه الحركه بيض صراحه شباب. الام 60 شباب الاسلحه يعني اللي بيدوخوني، فهمت علي كيف؟ لانه بتعرفوا كثير حبايبي الام 60 فيه هي القطعه وما قطعه، فهمت علي كيف؟ مرات بنزل مع قطعه، مرات بكون بيقول مرات عفوا مرات بيكون في القطعه، مرات بيكون ما في القطعه، فهمت علي كيف؟ اوكي شباب الان حبايبي شوف الاحجار موجود هون، عندنا هون 2 قناع، الاول والثاني يلزموا 2 اقنعه مع 4 احجار، وعندنا هون هذا فيه نفس الشيء 2 كله 2 شو هذا؟ بس هذا الوحيد اللي غريب عجيب، ليش كله 2؟ والله امر غريب عجيب شباب، هذول عم بيعملوا شو عم بيعملوا فينا هذول؟ اوكي حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين يا اساطير، عندنا فوق 700 شو؟ 700 شو؟ شو عم بحكي انا؟ 700 شو شباب؟ 7000 فوق 500 ولعيبه ولعيبه حبيبي والله. يلا للشباب نعمل هيك، ليتس جو نبلش هذا خلص سيب الكلام، نبلش على الحرق شباب. لا تنسوا الانستغرام على اليمين، وين عم بطلع انا؟ ليك شطة جيمنج اوكي؟ يلا شباب. التمانو بلش اول ضربة، طول بالك معلم، اول ضربة هيطلع لنا قناع، حجر بدنا قناع، بدنا قناع يا اخي، بدنا قناع. وهذا شاب كل شوي راح يطلع هاي العلامة هي، هالصوت هذا كل ما نضرب راح يطلع لنا هيك. هذا شباب معلم طول بالك حبيبي والله، لا هذا راح يسرعنا، طولوا بالكم شباب، هذا سرعة، هذا اللي ننزل الصوت لهذا شباب شوي مؤثرات اوكي، طولوا بالكم نخليها هون هيك على 14 لانه راح يسرعنا هذا شباب شايف انا حبيبي والله. يلا ليتس جو اوكي شباب، حان وقت حلقة الجواهر طبعا لحد ما طلع ولا حول قناع، والله لا بدنا قناع. طيب معلم بدنا قناع، شوف يعني 1 2 3 عندنا جواهر، عندنا جواهر، بدنا القناع، هي اول قناع حبيبي والله، قناع وجوهره. ويلي ويلي كفو، اسم الحاضنه اسلحه الاساطير، حلو والله. يلا قناع، بدنا القناع بليس، قناع قناع معلم، قناع بليس، بدنا قناع شباب الله يخليك، لا يعني يعني بليس لا تكون، لا تخلينا هيك يعني يا معلم. هي حجر يا اخي، هذا سرعه، هذا شباب هذا سرعه معلم، هذا سرعه اقسم بالله شباب. عندنا اول قناع شباب، يلا بدنا القناع. ايه الحظ البيض، شوفوا الحظ شباب، شو الحظ هذا؟ اقسم بالله قرينا معلم فيها شيء، اقسم بالله شباب عن جد حظ معلم. هو اخيرا قناع يا الله، 4000 جوهره تقريبا شاب، ولا قناع اقسم بالله عيب عليهم. ولو يا اخي ما بدي حجر، بدي قناع معلم، بدي قناع. لا حول ولا قوه الا بالله،
لا يا شباب هاي صراحة يعني يعني عن جد عن جد كتير هيك، يعني عن جد كتير هيك شباب. 7000 جوهرة شباب قناعين فقط، 3 أقنعة، هلا وصلنا على 3 أقنعة. عن جد شباب غريب عجيب، غريب عجيب بالأمر يا حبيبي صراحة يا شباب. صراحة يعني شباب ما بعرف شو بداخلكم، عن جد شيء مزعج. وهذا كمان هذا زعجني أكثر من هيك شباب الصراحة، هاي أكثر حاضنة زعجتني الصراحة، صراحة يا شباب بكل صراحة. أوكي شباب مثل ما أنتم شايفين حبايبنا عنا هون هذا الفيو الضرر. طبعا شباب كل الأسلحة شباب، كل الأسلحة شباب، يعني نحكي بجميع الأسلحة شباب. أوكي عنا الام 60 أي سلاح كما بتعرفوا حبايبي، عنا أي سلاح فيه الضرر وسرعة يعتبر توب. أوكي بس في شيء تاني شباب هون معنا، هذا السلاح التاني شباب هذا فيه 2 من عدل معدل اطلاق السرعه، فهمتوا علي كيف؟ بس ولكن هون شباب فيه شيء مو حلو اللي هو سرعه عدد التحميل، يعني اي دونت نو ريلي اي دونت نو شباب. خلينا نشوف الثالث هذا شباب، هذا الصراحه يعني مدى واختراق ذراع، يعني الصراحه شباب ما انصحكم فيه. تمام فيه مدى اوكي اوكي، واختراق ذراع اوكي، يعني ما انصحكم فيهم بصراحة شباب. هذا فيه ضرر مدى، يعني هذا شباب بكل صراحة عنا هذا وهذا، هذول التوب بكل صراحة، يعني هذا فيه ضرر معلم وسرعة هذا ولوز اللوز. ليك شباب خلينا نعمل ليك شوف حظنا معلم. اوكي خلينا نشحن جواهر، نشحن جواهر شباب نكمل نجي نحاول القناع ونشوف حظنا. ليتس جو. اوكي شباب شحنا 2200 جوهرة شباب، لنشوف حظنا شباب، بدنا اقنعة هالمرة. ليتس جو. يا الله بدنا قناع يا زلمه، قناع العم تضربك، قناع وحجر يا اخي ما بدنا حجر، بدنا قناع معلم. اوكي شباب هيك بكفي شباب، رح نحاول نجيب اول اثنين حبايبي. طب طبعا شباب قبل ما نعمل اي شيء يا اساطير اوكي رح نجيب هذا، لا هذا رح نتركه على اخر شيء، رح نتركه لاخر شيء شباب ركزوا معي، رح نتركه لاخر شيء. فهمتوا علي كيف؟ جيب هذا شباب نعمله تزويد اوكي تمام، ونروح ونجيب الثاني. طبعا نجيب الثاني اوكي، نجيب الثاني شباب حلو. وضعنا اللوز معلم، هذا يعني شكله معلم شيء متشكلس، بس ما راح نجرب، راح نجربه اخر شيء. فهمتوا علي كيف حبيبي؟ حابب اعمل مقارنه شباب بين بعضنا شباب، نشوف الام 60 شباب اسلحه الام 60 يعني بين قوسين حبايبي كده. وين الام 60؟ وين الام 60 يا اساطير؟ وين اختفى الام 60؟ دقيقة الرمي وات، ها هاي الام 60 اوكي. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هذول جميع الاسلحه الام 60، طبعا هذول بالازرق اوكي معروفين تمام. هذا بندخل على البنفسجي اللي هو هذا شباب، عندنا اختراق الدروع يعني والدقه لهيك شباب بالنسبه لي يعني هون عندنا هذا المدى. شايفين معي شيء؟ شايفين معي شيء؟ شايفين معي كيف؟ هذا فيه مدى واثنين من اثنين من المدى وواحد من السرعه، مخزن ناقص يعني فهمتوا علي. بالنسبه لهذا شباب بتكبر بعدين، هذا فيه معدل اطلاق نار وواحد دقه. طبعا هون عندنا شباب 2 مدى و2 سرعة، راح نجرب هذا الشباب، وفي واحد مدى راح نجربه ونشوف وضعه معلم بالتدريب يا اساطير. خلينا نشوف على التدريب، وين التدريب؟ هات نشوف. ليتس جو ندخل تدريب ليديز اند جنتلمان. شباب الحلوين برجع بكرر، هاريكو جيمنج نزلت لكم مقطع اسطوري، روحوا شوفوه الله يسعدكم. ليتس جو. اوكي شباب عندنا هون هذا الجميل، يلا وينه؟ الام 60 الام 60 الام 60 شباب، هذا هو هذا هو الام 60. طبعا واحد معه قطعه ولا ما معه قطعه شباب، لانه في ام 60 بقطعه وبدون قطعه، فهمتوا علي كيف؟ الام 60 هذا هذا بالقطعه. طبعا رح ناخذ واحد بقطعه وواحد بدون قطعه يا اساطير عشان نجرب هذا. مين هذا؟ اول واحد اوكي. صراحة شباب ما بعرف الفرق بين القطع ولا مقطع. اوكي اوكي عشان نظبط وضع شباب نعرف انا هو ابو قطع وانا واحد، انا واحد بدون قطع، حط واحد سكوب والثاني ما نحط له سكوب. فهمتوا علي كيف؟ اللي فيه سكوب شباب هذا ابو القطع اوكي، هذا هو ابو القطع يعني تمام. خلينا نجرب على واو شباب ويلي، ركزوا معي هون، ركزوا معي هون يا شباب. الضرب 35 شباب بالقطعة، ويلي ويلي. طبعا في سلاح مثلا هذا ما فيه قطعة يعني، ومع ذلك ما فيه قطعة ومع ذلك شباب لوز. خلينا ندخل نشوفهم شباب بالتدريب. ويلي 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 حبيبي ويلي. هون اوكي هذا بالقطعة، خلينا نشوفها بالقطعة شباب. ول
والله شي نار، والله شي نار شباب الصراحة نار. هذا هذا قطعة، هذا عم لعب القطعة هذه. والله شباب هذا 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 يعني ما جربت الثاني ها، يعني مثل ما انتم شايفين يعني حتى هذا بدون قطعة شباب يعني نار بدون قطعة، هذا بالسرعة يعني فهمت علي كيف حبيبي. والله يعني هيد شوت 100 معلم. تفرجوا شباب تفرجوا تفرجوا حبيبي تفرجوا ها، نعمل لكم زوم تفرجوا معي يا ويلي شباب روح معي صراحة. او ماي جاد الصراحة حبايبي او ماي جاد. هذا بالقطعة، هذا مثل ما انتم شايفين بالقطعة شباب بيطير معلم. هيدا افتح له سكوب مثلا معلم هي. ول اوكي اوكي شباب اوكي حبايبي نطلع نجرب الجحن بسرعة شباب، نروح نطلع بسرعة نجرب الثاني معلم، نجيب هذاك الاول الاول معلم الاول. طبعا شباب قبل ما نروح نجرب شباب بدي اروح ادخل ندخل مع بعض نشوف شباب نقارن مع بعض حبايبي. اللي هو وينه هذا وينه هذا. طبعا شباب بصراحة الام 60 شباب اتس جود. هذا هذا عندنا واحد فيه معدل اطلاق نار ومدى تمام، وهذا فيه المدى الدقة، هذا فيه الدقة عفوا يختلف. طب خلينا ندخل شباب بشكل سريع شباب نقارن نعمل مقارنة سريعة. حبايبي ليديز اند جنتلمان هذا عندنا المدى المدى الصراحة هذا بيض هذا بيض ما ما عجبني هذا ما بيض. هذا في واحد ضرر المدى نعم نعم لا خلاص مثل ما ما في ما في ما في يعني شباب اي سلاح بنعرف كلياتنا اي سلاح فيه سرعه وضرر يعني يا بوي حبيبي والله. اوكي شباب هذا عندنا الدقه والمدار اطلاق، خلينا نروح نجرب هذا شباب نجرب هذا شباب اللي هو فيه ضرر ووحده من السرعه. ندخل نجربه يلا ليتس جو ليتس جو برو ندخل نجربه ليديز اند جنتلمان يا بوي يلا ليتس جو يلا ها هي دخلنا حبايبي. ندخل نجرب الاقوى واحد والاغلى واحد يعني فيه ما فيه ما فيه ذخيره ما يهمنا اوكي يلا. مثل ما اتفقنا حبايبنا نشتري واحد بقطعه والثاني بدون قطعه اوكي. وين بالقطعه طبعا هذا فيه الام 60 اللي فيه القطعه هذا هو راح نحط مثل ما اتفقنا حبايبنا ابو القطعه نحط له شي سكوب عادي نحط له سكوب خلينا نحط له سكوب هذا ابو القطعه سكوب سكوب اوكي عشان نظبط الوضع اوكي. هذا معلم طبعا هذا قلنا ضرره حلو كمان 220 هذا ضرره اقوى ابو قطعه ضرره يعني لوز اللوز بالنسبه بدون قطعه شو والله شباب يعني صراحه ما عاد افهم شيء يعني ما صراحه ما عاد افهم الفرق شباب الفرق ما عاد افهم شباب الفرق بهالسلاحين ما عاد افهمهم. هذا نشوف هذا شباب ابو الضرر نشوف وضعه كمان ويلي هيد شوت ويلي 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 والله شباب يعني من بعيد شوفوا من بعيد 20 يعني هذا بالقطعة يعني والله سلاح حلو. طبعا انا بجرب انا ابو القطعة شباب انا حاطط ابو القطعة مثل ما انتم شايفين صراحة شباب ما عم بشوف الفرق يعني الصراحة ما عم بشوف الفرق شباب. هذاك فيه دقة هذاك هذاك فيه دقة قتلتني قتلتني قتلني يا زلمة هي هنجر بابل بدون قطع. هلا انا شايل بدون قطع شباب تمام عشان نشوف هذا بدون قطع طبعا بدون دقع شباب مثل ما انتم شايفين يعني ما بعرف هيك حاسس بالهيد شوت يعني ويلي اوكي 28 25 25 ايه معلم يعني الصراحة شباب بصراحة ما عم شوف الفرق يعني يعني بالقطع شوف هذا بالقطع مثلا لا والله القطع شباب يعني بيختلف يا اخي هذول جايين عم بيلعبوا خلينا ندبر ندبر نظبط الزفت يا زلمه حبيبي والله انت كمان تعالوا تعال ايه علينا يا زلمه خلونا نجرب شباب الصراحه يعني والله ما بعرف ما بعرف اذا انتم عم تلاحظوا حطونا يعني هذا 140 يعني الضرر يجي نفس الشيء بقطعه ولا بدون قطعه يعني انت عارف طب بلا معنى هذا هو يعني. هذا هو شباب صراحة يعني شباب يعني الاثنين الاثنين أسطوريين يعني يعني بكل صراحة شباب يعني الفرق انه هذاك هذاك لاحظت ما بعرف انا الشباب ما اعرف
انا افضل ما اعرف ليش انه افضل هذا شباب. بس ولكن مشكله هذا الشاب انه هو فيه سرعه التحميل. ليش انا بفضل هذا الشاب ما اعرف، حسيت ارتحت له اكثر صراحه. يعني هذا فيه شاب سرعه 2 من السرعه وواحد من الدقه، يعني سرعه ودقه فهمتوا علي. بس هذا شاب هذا في ضرره قوي وفيه سرعه يعني كمان حلو اوكي. صراحه حبيبي يعني هذول الاثنين اي واحد شباب كتير لوس يعني يعني شباب حبيبي نرجع نتاكد مره ثانيه. اوكي شباب انا الان شايل هذا تمام، بيضرب على الجسم العادي شباب. راح يعني راح نشوف الوضع على حسب هذا الجسم اوكي. 44 ضرره 44 شباب على الجسم العادي، انتوا على الجسم العادي نشوف يعني نقارن مع بعض اوكي. بالهيد 200 220 201 يعني بوصل لهيد شيلوس. هلا بنروح نحول على الثاني شباب. الان بدنا ندخل نجرب حبايبنا هذا اللي هو فيه السرعه اوكي. ندخل نجرب السرعه يا اساطير، ليتس جو. طبعا راح نجربه مع القطعه شباب لانه اغلب الاوقات بنشوف الام 60 بقطعته. طبعا بقطعه مدوده قطعه شباب يعني لاحظت ما شفت هذا الاختلاف ال الواو يعني. خلينا نجيب نحط ابو القطعه اوكي. هذول هذا طبعا هذا ما فيه ضرر، فيه دقه والله 37 41 مثل ما انتم شايفين. بس شايفين السرعه شباب، سرعه نار بالذات هذاك وصل 250 بس. خلاص شباب حسم الامر شباب، الاثنين اسطوريين شباب. يعني اقول لكم من الاخر، اقول لكم من الاخر شباب الاثنين صراحه اسطوريين حبايبي كرام. يعني اعطيكم رايي الاخير، هل السلاحين اثنين لوز اللوز. اوكي ليديز اند جنتلمان يكفينا اليوم، يكفينا الان شباب. نزلت لكم مقطعين حبايبنا، لا هذا مقطع الثالث شباب، لان المقطع هذا نزلت لكم مقطع الصبحيات بهالقناه، ولا نزلت لكم مقطع ثاني بهالقناه شباب، نزلت لكم مقطع بالقناه الثانيه شباب. نو ستوب شباب، حبايبي الكرام الله يخليكم، لا تنسوا تدعمونا بالقناه الثانيه حبايبنا، ولا تنسونا باللايكات والشيرات، واعطونا رايكم بالمقطع نزلت لكم اياه اليوم يا شباب، مقطع كثير اسطوري. واعطينا رايكم شباب شو تحبون ننزلكم حبايبي، ونشوفكم على خير ونلكم سي يو نكست تايم، باي باي.